إذن مشاهدينا الكرام، ما زلنا في هذه التغطية نسلط الضوء على آخر مستجدات فيروس كورونا. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1003 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا و61 حالة وفاة. أشار دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة إلى خروج 765 متعافيا من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 168 ألف حالة. أصابت كورونا في مصر بتتخطى حاجز الألف. للمزيد من النقاش بينضم إلينا الآن مباشرة الدكتور عبر تطبيق زوم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية. دكتور محمد، برحب بك طبعا معي في هذه الجولة الإخبارية، وعايز أبدأ مع حضرتك مباشرة بهذه الأرقام اللي بتتخطى الألف كما ذكرنا، ومدى ضرورة وإلزامية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للمواطنين خصوصا وإحنا داخلين على الأعياد. شكرا جزيلا على الاستضافة. وحضرتك، إحنا في الموجة الثالثة من موجات الإصابة بفيروس كورونا، وإحنا منبهين ومتابعين، وفي زيادة مستمرة ومتزايدة في الأعداد، أعداد الحالات مصابة بكورونا. وطبعا شركة لما بتزداد الحالات بيزداد معاها الحالات اللي بتحتاج دخول المستشفيات والحالات اللي بتحتاج دخول الرعايات المركزة. يعني كما ذكرنا دايما، ما زال الجزء الوقائي والاحترازي واتباع التعليمات واتباع كل الأساليب الوقائية التي تحمي من هذا المرض هي خط الدفاع الأول ضد انتشار الفيروس. الفيروس فيروس معدي، فيروس تنفسي، بينتقل من واحد مصاب قد لا يكون عنده أعراض أو عنده بعض الأعراض إلى عدد آخر من الأشخاص. ويمكن الفيروس ده في بعض الخصائص مش موجودة في بعض الفيروسات الأخرى في هذه الموجات اللي احنا شفناها، إنه ممكن المصاب الواحد يصيب عدد يتراوح من 4 إلى 5 أشخاص، ثم تتكرر العملية، لأن زي ما احنا شايفين حالياً في متابعتنا للحالات المصابة أو الحالات التي ترصد، سواء ترصد رسمياً أو خارج هذا الإطار، في حضرتك عدد كبير من الأسر بتصاب كلها بهذا الفيروس، وده بيزود العدد طبعاً. يعني واحد بيخرج يروح حتة فيها عدوى، يروح حتة فيها تجمع، ما بيستخدمش الكمامات، أو اللي قدامه ما بيستخدمش الكمامات، لأن ساتك لو واحد لبس الكمامة واللي قدامه مش لابسها فاحتمال العدوى كبير. لو الاثنين لبسوا الكمامات النسبة بتقل جدا. كل دي بتؤدي إلى زيادة الإصابة. بيروح البيت يعدي إخواته، يعدي والدته، يعدي والده، يعدي جده أو جدته، وهنا بتزداد عدد الحالات. وطبعا كل ما كان الإصابات أكثر في الأعمار الكبيرة أو الأعمار أكثر من 50 سنة أو 60 سنة، كل ما احتمالية الإصابة بالمضاعفات بتزيد. فإذا جوهر القضية هو إن احنا نلتزم التزام شديد والتزام ملزم، زي ما حضرتك قلتي في الكلمة دي مهمة جدا، باتباع كل الأساليب الوقائية والاحتياط. طيب دكتور، يمكن منذ قليل كنا بنتابع حملة التطعيمات في مراكز مختلفة، مركز من القاهرة ومركز من الجيزة، ورصدنا الصورة من هناك، ولكن بيبقى دايما الجملة اللي حضرتك بدأت بها الحديث، هي انه الاعتماد على الاجراءات الاحترازية هو الاساس رغم التقدم اللي بتحرزه الدولة في ملف التطعيمات، لكن محتاجين من حضرتك كمان تطمننا على هذا الملف وعلى تسجيل المواطنين وعلى الحصول على التطعيم. انا بشكر سيادتك وبقول لحضرتك واؤكد تاني ان الدوله مهتمه جدا جدا بملف التطعيمات، من حيث يعني تنويع مصادرها، من حيث الحصول على اكبر قدر ممكن من كميات هذه الفروم او اللقاحات. والدوله على فكره من فتره طويله جدا، من اول ما بدا العالم يتكلم على انه هناك اجراءات لتوفير اللقاحات او الفروم من مصادر او دول مختلفه او شركات مختلفه، الدوله تسعى لهذا حثيثا، ولم يقف قدامنا اي عائق سواء مادي او ترتيبات لوجستيه في توفير هذه اللقاحات. احنا وعلى هذا الاساس يمكن حضرتك بتتابعي، وحضرتك قلت من شويه ان في نوعين من اللقاحات موجودين، في اللقاح الصيني وفي اللقاح البريطاني او عن طريق شركه استرازينيكا.
فحضرتك استرازينيكا، فحضرتك احنا بننوع اللقاحات من مختلف المصادر لضمان وصول اكبر كميه ممكنه من هذه اللقاحات لاستخدامها في مصر. احنا وصلنا عده الافات ثم عده ملايين. ايضا العلاقات القويه جدا بين سياده الرئيس وبين الرئيس الصيني ساهمت في دعم مصر بكميات من اللقاحات، جزء منها جه كهديه وجزء منها مشتراه باسعار معقوله. ايضا احنا على تواصل مع مؤسسه كوفاكس وجافي اللي هي المؤسسه العالميه المنوط بها توفير اللقاحات من مختلف دول العالم، نحصل منها على عده كميات. ايضا في تواصل حاليا مع الاتحاد الافريقي واللجنه المختصه بتوفير لقاحات الكورونا، وانا بشارك في هذا بحيث نحصل على عده ملايين من اللقاحات الاخرى تتاح للمواطنين. الدوله فتح مجالات التطعيم، كل ما بتيجي كميه من هذه اللقاحات وكميات متواصله بتدعو للتسجيل، سواء التسجيل المباشر عن طريق الكترونيا او التسجيل في اماكن مراكز الصحه، وبتفتح اماكن للتطعيم، اماكن حضريه مجهزه فيها كل اساليب الراحه، بحيث ان احنا نقدر نوصل لتطعيم اكبر قدر ممكن من المواطنين. حضرتك اشرت لنقطه مهمه وباكد عليها تاني، ان هي الوقايه واساليب الاحتراز والوقايه ما زالت الاولويه. اللقاحات مهمه بتساهم في الحد من انتشار المرض، بتقلل عبء الفيروسات في البلد. والنقطه الثانيه المهمه في اللقاحات انها بتساهم بشده في تقليل المشاكل الكبيره التي تصيب الجهاز التنفسي نتيجه لهذه اللقاحات. دي كم اهم نقطه. يعني صحيح بيدي حمايه، لكن ممكن اللي خد اللقاحات يجي له، عشان ما حدش يقول انا خدت اللقاح وجالي كورونا، ممكن تيجي مع اللقاحات زي بالظبط التطعيم الانفلونزا، لكن لما بتيجي بتكون حدتها اقل، شدتها اقل، ثم النقطه الهامه جدا مضاعفاتها. طيب دكتور، متوفره وادعو المواطنين جميعا عندما يتاح لهم الفرصه حسب الاولويات وحسب المتاح ان هم فعلا يتم تطعيمهم، لان ده كلنا لما نطعم عدد كبير بيقلل عبء او حمل الفيروس في البلد. طيب دكتور اخيرا، لو حضرتك كمان تطمئن الساده المشاهدين على جاهزيه طبعا المستشفيات، التعاون والتنسيق حتى مع وزاره التعليم العالي، تجهيز المستشفيات الجامعيه ايضا في هذا الشان، يعني حتى يتم تطعيم نسبه اكبر من المواطنين، مدى جاهزيه كل هذه الامور؟ حضرتك اشرت الاستقبال المرضى، ويمكن من الناس بتلجا دلوقتي، في حالات كتير جدا بتعالج في المنازل، حالات البسيطه او المتوسطه، يوفر لها الأدوية المتاحة وأساليب المراعاة والمتابعة عن طريق قياس الأكسجين، قياس الحرارة، حدة التنفس إلى آخره، وفي دكاترة بيتابعوهم وفي مؤسسات بتتابعهم. لكن إحنا كلنا بنشتغل كبلد واحدة تحت مظلة واحدة وتحت رعاية واحدة، وزي ما حضرتك عارفة إن في قامة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء متابعين بشدة هذا الملف. فحضرتك سواء مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية الموجودة في كل محافظات مصر تساهم مساهمة فاعلة وحقيقية في دعم عملية رعاية المرضى كل المحافظات، يعني في أماكن متاحة في المستشفيات الجامعية لاستقبال هؤلاء المرضى، أو عن طريق الفحص والعزل، أو عن طريق دخول الحالات التي تستحق الدخول. أيضا المؤسسات الأخرى، يعني في جهات أخرى ليها مؤسسات علاجية بتساهم في هذا. احنا البلد في حالة يعني استنفار للتعامل مع هذا الفيروس وضمان صحة وأمان المواطنين. فالأجهزة موجودة، أجهزة التنفس الصناعي موجودة، الأجهزة المساعدة، أجهزة توليد الأكسجين، وده عامل مهم جدا الحقيقة، تم يعني اتكلمنا فيه من فترة وتم توفيره بكميات كبيرة جدا، بحيث المريض في البيت لو احتاج أكسجين مش ضروري يلجأ للأسطوانات، في أجهزة مولدة للأكسجين بتتحط في الكهرباء، يطلع أكسجين طبي يعالج هؤلاء المرضى بدل ما يقعد يشيل أسطوانة ويوديها ويجيبها، هذا الجهاز بيوفر له الأكسجين. نعم أنا بشكر حضرتك. أجهزة التنفس الصناعي المساعدة التي قد لا تحتاج إلى تنفس تداخلي، الحقيقة بالخبرة المصرية المتراكمة من قبل كده وبرضه أثناء الذروة الأولى والثانية، هذه الأجهزة دخلت في الخدمة وتقدم خدمات كبيره جدا للمواطنين. متحد من استخدام اجهزه التنفس الصناعي، لان ده بحقيقه
بيدي يعني حماية للمرضى ويديهم بعد العلاج إلى نتائج أفضل بكثير. نعم دكتور، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر طبعا على وجود حضرتك معانا وعلى كمان الرسائل التطمئنية الطمأنانة دي للمواطنين. جزيل الشكر دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية.